مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن أنها اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاع الكبرى بصنعاء، والتي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن. ويؤكد التحالف أنه يقبل ما خلصت إليه النتائج، وقد بدأ فعليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات. نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سنعود لإكمال النقاش حول هذا الموضوع. أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية تؤكد وجود قيادة حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، إلا أن ما اتضح لاحقا هو خلاف ذلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة. وحسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. وقيادة التحالف إذ أعلنت ذلك تعرب عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. وفي هذا الإطار يقدر الفريق الوازع الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصدور الأمر السامي بنقل المصابين بسرعة إلى أي مكان لتلقي العلاج. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي، وسيلتحق بنا إن شاء الله هاتفيا المتحدث باسم الفريق المشترك للتحقيق في حوادث اليمن الأستاذ منصور بن أحمد المنصور. أستاذ مبارك مساك الله بالخير. مساء الخير أستاذ علي، مساء الخير كافة الأخوان المشاهدين. حياك الله. اسمي خالد بس. أستاذ خالد معروف وجهك. بداية طيب، تعليقك على هذا الخبر، نتائج التحقيق اللي أعلنها الفريق المشترك في موضوع القاع الكبرى بصنعاء، وكذلك يعني تسليم قوات التحالف لما خلصت إليه هذه اللجنة؟ الحقيقة أن التحالف وهو يعلن على الفور قبوله لنتائج التحقيق تعتبر شجاعة متوقعة من التحالف العربي، أن يقبل بالتقرير، بأن يقبل بنتائج التحقيق وبهذه السرعة في الوقت الذي الحقيقة نشيد بجهود فريق التحقيق الذي أنهى المهمة في خلال أيام من وقوع تلك الحادثة الأليمة، والتي أعتقد أنهم سارعوا زمن لقطع الطريق على أي تدخلات دولية أجنبية كانت تروح في الأفق، خصوصا أننا رأينا عدد من الأصوات التي اعتلت سواء في واشنطن أو في لندن، والذين كانوا سعوا الحقيقة للتدخل في هذا الموضوع، إلا أن حسم التحالف أمره من خلال المركز المستقل، مركز التحقيقات المستقلة الذي رأسه الأستاذ منصور المنصور، أعتقد أنه كان حاسما في إنهاء هذا الموضوع والقبول السريع من التحالف بالنتاج، علما أن التحالف قبل بمشاركة بعض المحققين البريطانيين والأمريكيين، وحتى هذه اللحظة لا نعلم إن كانوا بالفعل شاركوا أم لا، لكن الحقيقة بالفعل كانت النتائج شبه متوقعة، نتائج هذا التحقيق، إلا أن هناك نوعا من التساؤل الحقيقة الذي ممكن أن نطرحه على الأستاذ منصور. طيب أجل معنا الأستاذ منصور، أستاذ منصور بن أحمد المنصور المتحدث باسم الفريق المشترك للتحقيق في حوادث اليمن. أستاذ منصور مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، شكرا لتجاوبك معنا. بداية، ما هو تعليقك على أو تعليق قوات التحالف بعد وقوع هذا الحادث واللي أودت بحياة عدد من الأشخاص، يعني المدنيين سأل لهم يعني الرحمة والمغفرة وأن يعافي مصابهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كفريق الفريق المشترك لتقييم الحوادث يأسف طبعا مثل هذه الحوادث اللي أودت بحياة عدد من الأشخاص المدنيين ووقوع إصابات فيما بينهم، نسأل الله لهم الرحمة والشفاء العاجل للمصابين، ونثمن طبعا المبادرة
من خلال أمر السامي لخادم الحرمين الشريفين في موضوع توجيه وتسهيل تلقي العلاج للأشخاص المصابين. حقيقة ما تفضلت فيه وما تسألت عنه في موضوع تجاوب قوات التحالف، أولا أود أن أبين بأنني أنا متحدث رسمي باسم فريق تقييم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، ونحن طبعا فريق مستقل عن قوات التحالف ولست متحدث رسمي باسم قوات التحالف. لكن من خلال ما تم طرحه في خلال وسائل الإعلام اليوم الرسمية بالمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، طبعا كان هناك ترحيب بالنتائج التي توصل إليها الفريق، وإن هناك مراجعة شاملة راح تكون لقواعد الاشتباك المتعلقة بمثل هذه العمليات العسكرية. وأعتقد أن حتى الجانب اليمني رأس الحيط كان اليوم أصدرت بيان رسمي بأنه سوف تقوم بالتحقيق بخصوص ما تم بيانه في إعلان الفريق يوم أمس. طيب سيد منصور، يعني آلية التحقيق اللي قمتم فيه كيف كانت؟ الأمر الآخر، هل كان هناك فريق أجنبي مثل ما أشار سالم مبارك يعني معكم مشارك في هذه التحقيقات، سواء بريطانيين أو أمريكيين أو غيرهم؟ أولا أبين بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مكون من خبراء عسكريين من قوات التحالف، ولا يوجد لدينا أي خبراء أجانب سواء كانت من دول صديقة كالولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو أي دول أخرى. التحقيق الذي تم من خلال خبراء قانونيين ينتمون إلى قوات التحالف، بالإضافة إلى خبراء عسكريين نفس العملية ينتمون إلى قوات التحالف. موضوع الله يسلمك آلية السؤال الثاني، بس لو تعيده الله يخليك. يعني الإجراءات والآليات من خلالها قمتم بالتحقيق؟ طبعا احنا اعتقد ان بعد وقوع الحدث ومن خلال ما تم تناوله في وسائل الاعلام العالميه، باشر الفريق من تلقاء نفسه، وطبعا باعتبارنا ذلك من صميم عمله، باجراء التحقيق من اللحظات الاولى لوقوع مثل هذه الحوادث. احنا طبعا باشرنا وكان هناك تعاون مثمر حدثه من قياده قوات التحالف في توفير جميع المعلومات والمستندات المطلوبه المتعلقه ب الحادثة هذه اللي حدثت. ومن خلالها طبعا احنا كنا متواصلين مع الأطراف والجهات المعنية في هذا الموضوع، وبناء على ما تم تزويدنا وما تحصلنا عليه من أدلة وبراهين توصل فريق إلى النتيجة اللي أعلناها في يوم. طيب سيد منصور، في مداخلة من الأستاذ مبارك العاتي معنا في الاستوديو لك. مساء الخير أستاذ منصور، الحقيقة سرنا هذا النجاح السريع والعاجل لنتائج التحقيق التي أجريتموها، وبالمناسبة أعلنت وزارة الدفاع اليمنية قبل قليل قبولها أيضا بنتائج التحقيق الذي أعلنتموه، لكن كان تساؤلي هو هل هذا التحقيق سيكون كافيا عن أي فرق تحقيق أخرى ممكن أن ترسل إلى اليمن، وأنه تكون نتائجه قاطعة ونهائية، أم لا زال هناك فرق تحقيق دولية ربما تصل لليمن؟ طبعا أنا غير معني بالإجابة على هذا السؤال سيد مبارك، لكن احنا نتكلم عن الفريق أدى المهمة على أكمل وجه، وما زلنا نحن مستمرين في إيضاح أي من الملابسات في حال طبعا وجود أي مستجدات جديدة. والفريق طبعا أعتقد بأنه أدى المهمة المطلوبة اللي عليه وبين الحقائق، ولا أعتقد بأن هناك حقائق يعني راح تكون مخفية عن الرأي العام العالمي أكثر من اللي أعلنه الفريق. جميل، شكرا لك سيد منصور بن أحمد منصور المتحدث باسم الفريق المشترك للتحقيق في حوادث اليمن. أتوقع كان في وضوح في الآلية اللي تم فيها هذا التحقيق، ويعني ما توقع في شيء يخبى يعني في الموضوع. بالفعل يبدو من نتائج التحقيق بالفعل المجتمع الدولي رحب أيضا بالنتائج، وكما أشرت أنا سابقا وزارة الدفاع اليمنية أيضا رحبت بالنتائج، وأنها ستجري تحقيق داخلي في رئاسة هيئة الأركان اليمنية بناء على نتائج التحقيق الذي أعلن فريق التحقيق المستقل. أعتقد أن هذه الحادثة تتجه للإغلاق، وهذا ما نأمله إن شاء الله تعالى. طيب كيف شفت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية، كيف إعلانها، يعني البيان اللي أظهرته تحدثت عن الخطأ اللي صار،
تحدثت عن مسببات هذا الخطأ، عن سيتم محاسبة من كان وراء هذا الخطأ، أو أن قد يعني بنيت على معلومات خاطئة كانت قد يعني وجهت لهم؟ بالفعل الحقيقة أنا أعجبني أنهم سارعوا للتفاعل مع الحادث ولم يلتزموا الصمت، وهذا ما كنا نخشاه، لكن سارعوا لإعلان الحادث وللملابسات التي قد تصاحبه، وأنهم قد كون فريق أيضا قبل عدة أشهر، هذا الفريق كان مكون منذ عدة أشهر، وأنه أوكلت إليه مهمة التحقيق. أعتقد أن قيادة التحالف كانت تتعامل بشكل احترافي تماما من خلال الإعلان المتواصل والتفاعل المتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، وأؤكد على هذا على هذا الموضوع، ولأن هذا هو ما يوصل صوت التحالف إلى واشنطن وإلى كل العواصم الدولية الفاعلة. ولعلنا بالمناسبة اليوم وقبل أن ندخل كان هناك مؤتمر صحفي لوزير خارجية البريطاني، استضاف معالي وزير خارجية الجبير ووزير خارجية الأمريكي، وفي نهاية المؤتمر أكدوا على وجوب إيقاف إطلاق النار خلال الاثنين أو الثلاثاء القادم، مما يؤكد أن المجتمع الدولي يتجه للتدخل بشكل فاعل في هذا الملف. الحقيقة ليس حبا في أمن المملكة العربية السعودية وليس حبا في أمن الأخوة اليمنيين بقدر ما هو الصعود على الجدار، لأنهم أدركوا أن التحالف بالفعل من خلال تغيير استراتيجيته مؤخرا من خلال دخول عبر صعدة واستيلائه اليوم على كتاف وقربه من قلب صعدة، يعتبر الحقيقة قرب لإعلان السيطرة على معقل تمرد الحوثي. طيب احنا بنحكي أكثر عن هالموضوع وأتوقع بعطيه جزية أكبر، بس خلينا نقفل ملف التحقيقات. يعني هل تتوقع أعلنت النتائج التحقيق، لكن هل تتوقع أن كان في هناك معلومات خاطئة فعلا مثل ما أعلن قدمت من أحد الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى العمليات الجوية؟ هل يتوقع أنه كان في أحد وراء هذا الموضوع، خاصة أنه كان مجلس عزاء ولقبيلة من أعرق القبائل اليمنية يعني كانت مجتمعة فيه؟ هل يعني ما نريد نتحدث، يعني هل تتوقع أن فيه يعني دبر أمرا ما في هذا الأمر؟ الحقيقة أخي خالد، هناك بعض الحوادث التي جرت في أثناء سير عمليات عاصفة الحزم ومن ثم إعادة الأمل تثبت لأنه ممكن أن يكون هناك نوعا من التواطؤ بعض العناصر المحسوبة على الشرعية أو المحسوبة على التمرد. ولعل أدل من ذلك عندما استهدف العقيد السيان رحمه الله الشهيد السيان والعقيدة الإماراتي، واستهدفت أيضا المخيم المعسكر الجيش الإماراتي في مأرب، المؤكد أن هناك حالة حرب، فهي تحتمل وجود تواطئ نوعا ما، خصوصا أن اليمن بلد قبلي وبلد بلد سلاح وبلد مختلف الأعراق، حتى ولو كان قبليا أو عربي لكن أيضا مختلف الأعراق، وضرب الفقر في أعماق اليمن، مما يؤكد احتمالية وجود تواطئ، لا أريد أن أسميها خيانة بقدر ما يكون هناك احتمالية وجود تواطئ في بعض عناصر المحسوبة على هيئة الأركان اليمنية أو وزارة الدفاع اليمنية. والدليل على ذلك أنهم عندما سربوا الرقم الإحداثي للعملية إلى غرفة العمليات في اليمن، كان هناك إلحاح على وجوب تنفيذ العملية بأقصى سرعة، مقنعين غرفة العمليات بأن هناك هدف حوثي ثمين، مما يؤكد أن هناك نوعا من الريبة حول عملية استصدار قرار القصف. ولازلنا نتساءل، وهذا وأنا أعتقد أن الطائرة التي نفذت تلقت الأوامر وكأنها أقلعت من قاعدة العند، يبدو ذلك، أو أن حتى ولو كانت متواجدة في أجواء صنعاء، لكن يبدو أن أعطيت الرقم وأن هناك هدف ثمين حوثي أو قيادات حوثية. ونحن نعلم أن التحالف يحاول من خلال سير عملية تجنب التجمعات المدنية، ورأينا أنه يخسر مئات بل ملايين الريالات على الأسلحة التي يقصف بها، مجرد أرقام حتى يتحاشى تواجد المدنيين، وكان يوزع المنشورات وينثر المنشورات على التجمعات المدنية حتى يتم تلافي قصف هذه التجمعات الميدانية، حتى أنه رصدت
مخازن أسلحة تحت مستشفيات وتحت أماكن أثرية وتحت دور عبادة في صنعاء، وتم تلاشي قصفها لتواجد المدنيين هناك. المؤكد أن التحالف يسعى إلى تجنب قصف تجمع المدنيين، وأن هذا القصف المؤخر عليه أكثر من علامة استفهام، ويثبت أن هناك نوعا ما من تصفية الحسابات بين الشخصيات القيادية، سواء محسوبة على التحالف أو محسوبة على الشرعية اليمنية أو محسوبة على تمرد الحوثي وعلى عبد الله صالح والنزاع القبلي بينهم. طيب سنبرك، خلنا نعود إلى المشهد اليمني بشكل عام. اليوم وزير الخارجية الأمريكي والبريطاني دعوا إلى وقف إطلاق النار. أرجع لتعليقك المقتضب قبل قليل اللي أريد منك أن تفصل فيه أكثر. المشهد على أرض الواقع أن هناك تقدم لقوات التحالف يعني باتجاه صعدة والاقتراب من صعدة وتحرير صعدة كذلك، ويعني تمهيد الطريق إلى صنعاء في حراك الأرض الواقع، ويمكن حتى شفنا يعني ردود الأفعال كذلك الحوثيين كذلك وقوى يعني والمخلوع لعبد الله صالح. الحديث أنه لماذا دعوا إلى وقف إطلاق النار في مثل هذا الوقت بالتحديد؟ جميل، هذه أكبر علامة استفهام تدور الآن في الأوساط السياسية. الحقيقة الآن نحن نعلم أن التحالف على أبواب صنعاء الشرقية، وهناك ما لا يقل عن 22 ألف رجل مدرب على أهبة الاستعداد لاقتحام صنعاء، وتم السيطرة على جبال نهم وعلى كل الممرات الشرقية، وبالتكاتف مع معظم القبائل اليمنية داخل صنعاء هناك اتفاق على أن سيكون هناك ساعة صفر محددة، لكن الجميع ينتظر متى تحين هذه الساعة. لكن من قراءتي وبعد إطلاق الصاروخ على مدينة الطائف، أعتقد أن التحالف الحوثي قد انتحر بصنعاء بصعدة، قد قدم صعدة للتحالف العربي. وأعتقد أنه منذ أن طلق الصاروخ إلى الطائف والتحالف قد اتخذ قرار تحرير صعدة، لأن تحرير صنعاء وجبال صنعاء رغم أن صعدة جغرافيا أصعب من صنعاء، لكن صعدة جغرافيا تبعد عن مدينة جازان السعودية ما لا يقل عن 250 كيلومتر، مما يؤكد أنها أقرب المدن اليمنية إلى الحدود المملكة العربية السعودية. فلذلك أعتقد أن الاستراتيجية طورت، ولا أقول اختلفت أو تغيرت، بل طورت بحيث يكون هناك توغل من معقل التمرد الحوثي نفسه من خلال صعدة. وأعتقد أنه سيطر على مطار البقع أمس وقبل أمس، واليوم تم تحرير مدينة كتاف وهي تبعد ما لا يقل أقل تقريبا 100 كيلو عن عمق صعدة. أود هنا التأكيد أخي خالد، يجب على التحالف مسارعة تحرير صعدة قبل أن يضغط المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، لتكون صعدة أشبه ما يكون بالحزام الأمني بين الحدود المملكة العربية السعودية وبين صنعاء، لتكون صعدة بالفعل مجال جوي يمنع منعا باتا الاقتراب منه حتى تأمن حدود المملكة العربية السعودية، خصوصا أن معظم المراكز الحدودية الآن التي على حدود المملكة مع اليمن قد سلمت للشرعية وللجيش اليمني المدرب. فلذلك نراهن كثيرا ونتفائل على قرب تحرير صعدة مع الإبقاء على مرحلة الزمن إذا كان سيسعف الزمن لتحرير صنعاء أم لا. أعتقد أن النوايا موجودة، لكن التدخلات الدولية مريبة جدا، ومحاولة الارتقاء على جدار النجاح الذي يحققه التحالف بات واضحا الآن في وسائل الإعلام، والمؤتمر الصحفي كان واضح وفاضح أيضا لنوايا واشنطن ولنوايا لندن بخصوص إيقاف نجاح المملكة العربية السعودية وإيقاف نجاح التحالف في إنهاء تمرد الحوثي. شكرا لك أستاذ مبارك العاتي الباحث والمحلل السياسي. شكرا، يعطيك العافية. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.